السلام عليكم لي زامي احبائي احباتي عزيزي عزيزتي ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده من برنامج تعلم البيانو بالدارجه. تختار عرفتكم على لي ماجور ولي ماجور سات. اليوم غادي نوريكم واش لي ماجور سات ولي سات كيتلعبوا في اي اغنيه. لا واش هاد لي ماجور سات ولي سات يام كيتلعبوا في اي وقت ولا وإمتى كيتلعبوا؟ يلا هم عايا تعرفوا تتسويت ميوزيك 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 هاتفون. دونك تعلمنا الدو سات والدو ماجور سات. الناس اللي كتبوا الموسيقى اللي هما الموسيقية ديال الكلاسيك كيحسبوا 1 2 3 4 5 6 7. هادي هي اللي كيقول لك ساتيام. ولكن ماذا عن هذه؟ عندهم واحد السمية أخرى، عندهم كيف يقول لك لا حكا هادي بيكار ديالها ولا داكشي. أنا كنفضل نحسب من لاكانت اللي هي سول ثلاثة ديال لي نوت 1 2 3 وبخير. ماجور سات غنحسب 4 1 2 3 4. سهلة بالا بلا كثرة الفلسفة. هاد لاكور ساتيام كنسمع بزاف الموسيقيين كيستعملوه واخا ماشي في بلاصتو، هو عنده القانون ديالو يبدا كيتحط. هاد ساتيام كتعطيك واحد السينيال باش تمشي ان اوتر اكور اللي كيتبعوا واللي كيجي معاه. مثلا درنا دو سات كيمشيو الفا، سمعوا اللحن ديالها. ما يمكنش نلعبوا لينا اي اغنيه وديروا فيها ساتيام. الوغ كما قلنا دو ساتيام تابعها الفا، ري ساتيام، صول، المي، لا، فا، سي بيمول، سول، دو، لا. سي هادو كنحاولوا نعرفوهم في اي نوطه. صول سات دو لا غي بي تبعها لا باش كنعرفوها بلا كاتخيام نوت ابارتي من دو 1 2 3 4. الفا ساتيام 4 1 2 3 4. اوكي عاوتاني الستيل اللي كيلعبوه ديما ساتيام شكون هو؟ هو البلوز. البلوز كيعتمدوا على الساتيام بزاف، والبلوز خصكم تعرفوا هو باش بدا الجاز. غادي نبدا لكم اليوم اغنيه بالبلوز وغادي تعرفوا لي غام ديالهم. كيكونوا ثلاثه ديال لي زاكور اللي هما الا لعبتو في الدو ساتيام كتمشي الفا ساتيام، عاوتاني كتمشي الدو ساتيام، صول ساتيام، فا ساتيام، دو ساتيام، كنساليو في صول ساتيام. اوكي
البيانيست خصو ديما يلعب بلا ما يبدل يديه بزاف، خصو ديما يكون اقرب بلاصه فين كاين بوزيسيون اللي فيها هو، مثلا دو سات لي نوت اللي كاينين في الفا اش كاينين، فا لا دو، دو هي عندنا هنا دونك غنخليوها الدو ونمشيو لهاد الجوج. احنا كملنا فا الفا سيتيام يبي بمول غادي نجيبوها لهنا. الو غيولي عندنا دو سات فا سات بلا ما ندير، هادي اللي كيقول لك فين يا ودني تيقول لي هاي. ابخي عندنا سول سات، سول سات اش فيها؟ سول سي غي، غنلعبوها هنا. سيتيام سول سات هي الفا، هاي هاد لي زاكور بلوز كيتلعبو بالليسريه والليبنيه كتلعب بالامبروفيزاسيون. انا غنعطيكم اون غام سامبل باش تقدروا تامبروفيزيو في البلوز، مثلا في لا غام دو سات غتلعبو مثلا دو اوغي مي سول لا. هاد لا غام سميتها بانتاتونيك. هي كتسمع شويه بحال الشلحه وبحال الشينويه. بحال هادو لي نوار. بحال الشلحه. اولا الشينوي اللي كيلعبوها بحال هكذا. لا غام بانتاتونيك كاينين لي غام بزاف، ولكن غنبدا لكم باش تامبروفيزيو في البلوز. غنلعبو الدو سيتيام هنا اي لا غام بانتاتونيك بليبليا هنا. فا سيتيام سيتيام سول فا سيتيام اي دو سيتيام. غادي نديرو تيمبو 116 وغادي نلعبو ان بلوز. دونك هذا كيتسمى ان بلوز، ماشي كامل ولكن مازال غادي نكملو لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. الوغ الماجور سات سي اوتر شوز، ديك ترا قلت لكم فيها دو ماجور وكتحسبوا اربعه ابارتيغ بلا كان، واحد جوج ثلاثه اربعه كتولي هي السي. هذا سي ان اكور ماجور 7. الى سمعتوا هاد لاكور ماجور 7 كتك شويه تريست، واخا هو اكور ماجور كيتكون من دو ماجور، ولكن ملي كتلعبوا ماجور 7 كتك واحد شويه حزين. علاش؟
C'est tout simple. Hit la gamme, ashnou fiha? Fiha do, mi, la tierce, sol, la quinte et majeur 7. Ashnou katouli katlab hna? Ila hayti do, katouli katlab mi mineur. Ou ila aqaltou fahal juz, katlikoum, les mineurs qui connaissent des accords tristes. Alors, c'est automatiquement, fais que le Do majeur 7, qu'est-ce qu'on a à mi mineur? Il y a un son pour le mi mineur. Had majeur 7, tu peux le jouer là. Tu peux le jouer là. Tu peux le jouer mi mineur. Ghir houa la fondamentale, que tu l'as Do. واخا لعب مي مينور ماشي ولا بدات لعب الدو هاد ماجور 7 كيما قلت لكم في الحلقه السابقه كتلعب بزاف في لي جاز في لي غوسبيل في لي مورسو حزينين كيتلعبوا بزاف غنعطيكم واحد المثال في البوسا نوفا Alors, le disque bossa nova, relatez-le comme simple. Fait Do majeur 7. Ré mineur 7. Ré majeur, il y a dit. Septième. Mineur, qu'on appelle la tierce à demi-temps. Que tu lis Ré mineur. Donc maintenant, Do majeur 7 ou Ré mineur 7. Mais bête, quel pchou, Sol 7ème. Sol 7ème, ma galère bouhèche, t'as vu le halé, non? Radi le haïdo, le fa, au Ré, galère bouhèche, non? Radi le haïdo, à Jus, radi le bouhèche, non? وغنمشيو عاوتاني لدو ماجور 7 غنحيدو غير هاد جوج سبعه غنلعبو بها هادو بالنسبه لي زاكور لي بنيه غتلعب لا ميلودي واليسريه غتلعب لي زاكور هادشي اللي كاين غاديروا التيمبو 180 وغادي نلعبوها سيداتي وسادتي كنتمناكم هاد الحلقة عجباتكم مع لا بوسا نوفا اي لو بلوز اي لي ساتيام اي لي ماجور سات الحلقة الجاية غادي نزيدكم المزيد من المزيد حنا غادي نطلعوا ولكن ما تنساوش ديما الخدمة وديما رجعوا لي كام الفصل الأول لي كام طحنوهم مزيان وانا غادي معاكم شوية كيما وعدتكم باش توليو دي بيانيست بروفيسيونيل كنتمناكم تدعموا بلي لايك اللي سبسكرايب اللي بارتاج وان شاء الله الى الحلقه الجايه ان شاء الله